الخيرات لكم مشاهدينا عن جديد، وهلا وصلنا لفقرتنا القانونيه وحنحكي فيها عن موضوع اكيد رح يكون بهم الجميع، القوانين المرتبطه بالسن التقاعدي وبالعمل عموما بضمن سوريا من الامور المهمه جدا، ويلي ضروري عن جد يكون كل موظف عنده وعي كافي فيها لحتى يعرف مو بس واجباته كمان حقوقه بشكل كامل ويتصرف على اساسها من دون اي تقصير او حتى اي اخطاء، ويعرف شو له شو عليه من الأخير. تماما، وللاسف المعلومات حول مواضيع قانونيه قليله وتساؤلات كثيره، لهذا السبب اليوم رح نحكي عن الامور الخاصه بحقوق الموظف بعد التقاعد. وضيفنا صار معنا بالاستديو مشكورا الاستاذ حسام جرجس، مدير الشؤون القانونيه بوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح الساده المشاهدين. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. يعني قانون العمل بسوريا من القوانين يلي شوي اذا فينا نقول مغيبه عن حتى الموظفين ذات نفسهم، يمكن في قصص تكون واضحه بالنسبه لهم، في قصص ما لها كثير واضحه، فلو سمحت تخبرنا عن قانون العمل بسوريا لكل مهنه على حده. نعم، هلا نحن بسوريا في نحن بالقانون العمل رقم 17 عام 2010 المسؤول او اللي بيخضع لاحكامه العاملين في القطاع الخاص والقطاع التعاون. وعندنا القانون الاساسي للعاملين في الدولي للعاملين في القطاع العام. هلا بالنسبه لكل مهني وتقاعد للمهن، هلا نحن القانون الاساسي للعاملين بالدوله رقم 50 لعام 2004 حدد سن التقاعد للعاملين في القطاع العام باتمام العمل سن ال 60 من عمره في بالماده 131 من القانون. كما حدد كمان القانون عندنا قانون التامينات الاجتماعيه، كمان قانون التامينات الاجتماعيه من القوانين المختصه بالعامل. حدد سن التقاعد للعاملين في القطاع العام او القطاع الخاص. هلا عندنا بالنسبه للمؤمن علي اذا كان عمره 60 سنه بده يكون عنده 15 سنه خدمه، تمام. واذا كان عنده عمره 55 بده يكون عنده 20 سنه خدمه. بالنسبه للمؤمن عليها المراه إذا كان عمرها 55 بده يكون عندها 15 سنة خدمة، وإذا كان عمرها 50 بده يكون عندها 20 سنة خدمة. تماما. وبالنسبة للرجل والمرأة أيضا قانون التأمينات الاجتماعية حدد عمر 25 سنوات خدمة 25 سنة بغض النظر عن العمر. تمام. يعني هذا سن التقاعد. بس ثواني لنوضح كذا قصة، احكي بلسان الموظفين السوريين. أنا بحق لي أقدم على التقاعد إذا صار عمري 60 سنة؟ إذا صار عندي عمر، هو يشترط القانون تأمينات شرطين، العمر وسنوات الخدمة. تماماً. إذا صار عمري 60 سنة وعندي 15 سنة خدمة بطلع تقاعد. بطلع تقاعد. بطلع تقاعد. طيب بحق لي ولا أحال إلى التقاعد؟ لا، هي بناءً على طلب من العامل. ومتى أحال إلى التقاعد؟ أحال إلى بإتمام العمل الستين. يعني هون صار اجباري وحال الى التقاعد باتمام العامل. اذا كان انا عمري 60 هون انا احلت على التقاعد. طيب عندي 15 سنه خدمه هون بيطلع لي. طيب انا سمعت من فتره انه في بعض المهن وبعض المراكز بالدوله مددوا لهم لل 65، وفي دراسه تمدد لل 70 على سبيل المثال الاساتذه المدرسين في جامعه دمشق. نعم، هلا الاساتذه بيخضعوا لقانون تنظيم الجامعات. تمام. هلا العاملين بالدوله القانون الاساسي العاملين بالدوله، هلا نحن يجوز التمديد للعاملين بالدوله. هلا بعمر ال 60 باتمام العامل عمر ال 60 تنتهي الخدمه. ولكن يجوز التمديد سنه وتجدد بما لا يتجاوز 5 سنوات، لانه مثلا يعني لعمر ال 65 ما في بديل فيه، فنحن يجوز نمدد. يجوز نمدد لعمر ال 65. تمام. طيب في كثير من الاشخاص يمكن ما يكونوا لسه واصلين للسن التقاعدي، او يمكن ما يكونوا اساسا اتموا ال 15 عام، بيقدروا انه هن يتقاعدوا؟ هل هذا مسموح؟ نعم. بالقانون؟ نعم، مسموح بالقانون. القانون الاساسي كمان حدد الاستقاله وانه هي تقدم بناء على طلب خطي من العامل، لم يشترط لا سنوات ولا عمر لتقديم هي الاستقاله. ما في اي شروط بتقدر تقيده للموظف؟ اي مدى بيكون عنده سنه سنتين خدمه، قد ما كان عنده خدمات هو بتحب يقدم استقالته بيقدم استقالته، ولكن هذا الشيء مرهون بقبول او رفض هذه الاستقاله من الاداره. تمام. في اجراءات في ممكن انا امشي فيها كموظفه؟ لا لا، ما في، هي عباره عن طلب خطي يقدم الى الاداره فقط. وعلى الاداره خلال 60 يوم ان تبد بهذا الطلب اما بالرفض او القبول. القبول يعني هي القانون هون اعطى للاداره السلطه التقديريه بالرفض او القبول حسب الاعتبارات المقدمه سير العمل كمان. يعني تماما. تمام، هاي بنطبق اللامركزيه في الاداره اللي اكد عليها السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد في كل توجيه للحكومه السوريه. طيب عم يقولوا انه الاستقالات صعبه،
عم يقولوا انه انا ما قبلوا لي استقالتي، عم يقولوا انه اعطوني استيداع سنتين، اعطوني استيداع سنه، بس انا ما اعطوني استقاله. طيب اذا استقلت انا على عمر الستين وحققت 15 سنه شو بيطلع لي؟ شو حقوق اللي باخذها؟ واذا استقلت مثل ما قالت هبه من شوي ما كنت محقق هالشروط، نعم، كمان شو بيطلع لي؟ نعم. هلا نحن بدنا نميز بين حالتين، حاله انه بيترتب على استقالتي راتب تقاعدي معاش تقاعدي، وحاله انه ما بيترتب عليها انا معاش تقاعدي. اوكي. هلا في حاله لنفرض انا استقلت وبيطلع لي انا معاش تقاعدي، هون القانون الاساسي، خلينا نحكي هلا بالميزات اللي بيعطيها القانون الاساسي، الميزات القانون الاساسي، الميزات الماديه للعامل. بيطلع للعامل هون اذا على الاستقاله وبيترتب له معاش تقاعدي منحه نقديه تعادل مثلي اجره الاخير. واذا راتبين واذا ما بيترتب عليها معاش تقاعدي، يعني انا مستنصر سنتين او ثلاثه او خمسه، هون بيطلع لي مثل الاجر. راتب واحد. فقط هاي بالنسبه للمنحه النقديه. ايضا كمان الاجازات الاداريه، انت بتعرف مثل العاملين بالقطاع العام بيطلع لهم اجازات اداريه سنويه 14 الى 18 يوم. عندنا 15 يوم للي عندهم خمس سنوات، من الخمسه الى العشره بيطلع لهم 21 يوم، من العشرة للعشرين بيطلع له 26 يوم، ما فوق العشرين بيطلع له 30 يوم، أو إذا أتم العامل الخمسين من العمر كمان بيطلع له 30 يوم. هي إجازات مأجورة؟ هي إجازات إدارية مأجورة للعامل السنوي. غير العطل الرسمية؟ غير العطل غير الرسمية. العطل الرسمية إلى مرسوم، وليست إجازات طبية. ليست إجازات بس صحية. حتى المشاهدين عم يتابعونا يعرفوا شو حقوقهم. تماماً، هي إجازات سنوية مأجورة بكامل الأجر. تمام. في حال ما استخدم العامل أو ما استعمله، هي كمان تصرف له كأنه هو قائم على رأس عمله حتى نهاية العام. حلو. شيء ايجابي يعني، شيء ايجابي هي للعامل، هي بيطلع له اياها بالقانون الاساسي العامل بالدولة. هلا اذا ما بيترتب له كمان معاش تقاعدي، هو بياخذ من التامينات حسب قانون التامينات 92 عام 59، بيطلع له تعويض الدفعه الواحده. شو هو تعويض الدفعه الواحده؟ يعني هذا معناه انه معاش كل شهر بيقبضه. هو رقم واحد بياخذه، هو رقم دفعه واحده، مبلغ واحد بيحسبوا له قديش، مثلا 11% او 15% او 11% عفوا او 13% او 15% حسب السنوات الخدمه له. هو شو خدم؟ كل سنه شو طلع له تامينات بيجمعوا له اياهم بيعطوه اياهم؟ بيعطوه اياهم دفعه واحده. تمام. ما بيضل كل شهر له هو راتب من المؤسسه العامه للتامين. او اذا كان بيترتب له راتب تقاعدي كمان في عمليه حسابيه بيحسبوا له متوسط الاجر الشهري لاخر السنه وضرب 2.5% وضرب عدد سنوات الخدمة له، هذا بيطلع له المعاش هذا شهري، كل شهر بيقبضوا معاش شيخوخة. وأغلب الأشخاص المتقاعدين اليوم بسوريا عم نشوف عن جد حاميهم هذا القانون وكمان مأمن لهم، لو يعني إذا فينا نقول لو بأقل الأرقام أو أقل المبالغ، ولكن في شيء بيدعمهم كموظفين متقاعدين. طيب في أشخاص هن أتموا 15 عام وهن أتموا 60 من عمرهم، وهن مفروض إنه يكونوا هلأ وصلوا لوقت أو عمر التقاعد. في أشخاص بيحبوا إنه يكفوا ما يتقاعدوا ويكفوا بشغلهم ووظيفتهم، في استثناءات أو كيف يتم التعامل مع هذول الأشخاص؟ مثل ما تفضلنا هلأ وحكينا، نحن بالقانون حدد إنه أنا بعمر الستين سنة بإتمام العامل، العمر الستين سنة هون بدو وصلت لعمر التقاعد. تقاعد تمام. بدي استمر هون صفة، أنا بدي أخذ في حالات الضرورة هاي. بيصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، بيتمدد له سنه وبتتجدد هي السنه وبحد اقصى خمس سنوات، يعني لعمر ال 65 سنه، بعد ال 65 خلص بتنتهي. هو بيقدر يمدد ولكن بوقت كثير قليل، يعني ما بيقدر يمدد مثلا الوقت مفتوح بالنسبه له، امتى ما بده بقى بيستقبل. نحن العمر 60 ويمدد سنه فسنه لعمر ال 65. تمام. سؤال، هل يورث راتب التقاعد للورثة في حال توفي الشخص المتقاعد؟ نعم يورث. يورث. طيب هاي سؤال تاني، هل يوقف راتب التقاعد في حالات معينة؟ يعني في بالقانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيء بند بيقول إنه نحن حنوقف راتب التقاعد لفلان من المتقاعدين لأنه كذا وكذا وكذا؟ لا، ما في غير بحالة وحدة. نحن عنا إذا أنا اليوم طلعت على التقاعد وعندي راتب تقاعد ورحت اشتغلت مثلا اليوم موظف بالدولة وطلعت استقلت وبترتب على استقالتي راتب تقاعدي معاش تقاعدي، أخذت هذا المعاش التقاعدي بعدين رحت اشتغلت بقطاع خاص، هون يوقف معاش التقاعدي. ممنوع اشتغل بقطاع خاص؟ لا، إذا مسموح. انا رحت اشتغلت بالقطاع الخاص يعني بس ما باخذ راتب، وتم الاشتراك عندي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأنا هون لأنه رجع لي رقم شطب، رجع لي رقم تأمينات أنا هون.
رجع لي تأمينات جديدة. رجعت أنا تأمينات جديدة، رجعت سجلت من أول وجديد استمارة رقم واحد، ورجعت اشتركت بالمؤسسة العاملة للتأمين الاجتماعي، فهون يوقف معاش التقاعدي حتى أتم الستين من العمر. تمام. كرمال هيك اللي عم يشتغلوا بعد ما يتقاعدوا ما عم يتسجلوا بالتأمينات عشان يضل راتبهم التقاعدي ماشي. هلا هذا عم بحكي شيء ليست سر طبعا، عشان يضل راتبهم التقاعدي ماشي بصراحة، اللي أصلا هو لا يكفيهم يمكن لأسبوع حياة، وكمان عم يشتغلوا بقطاع خاص. يعني شكرا لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلالك لكل الأمور اللي عم تقوم فيها لحتى تصون حقوق المتقاعدين والعاملين في الدولة وفي قطاع العام والخاص أيضا. شكرا لكم. شكرا كثير لك. شرف.